كلما يأتي الحديث عن الطب والتعليم الطبي أتذكر عبارة شهيرة قالها في أربعينيات القرن الماضي أبو الطب المصري الدكتور علي إبراهيم باشا، أول عميد لطب قصر العيني وأول نقيب لأطباء مصر. قال: بالصحة والتعليم تنهض الأمم. مع الدكتورة رندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشيوخ، عن التعليم الطبي في مصر، عن أحوال الأطباء، عن أوضاع الخريجين. ملف مهم جداً. هنناقشه على مائدة الحوار الوطني إن شاء الله في الدورة الثانية. كيف ترى أحوال البحث العلمي في مصر الآن؟ محدش يقدر ينكر إن في تطور في البحث العلمي دلوقتي عن الأول، لكن ما زلنا نطمح في المزيد. قولي لي إيه السبب في إن مصر لا تنتج البذور والتقاوي مثلاً، ومصر بلد زراعية، معظم البذور بنستوردها من الخارج 98%. طب فإن توقف هذا الاستيراد ماذا سنفعل؟ هنتوقف عن الزراعة. عندنا خريجين كتير جداً ومن الممكن أنهم يلتحقوا بهذا السلك، سلك التعليم كمدرسين. ليه عندنا نقص في المعلمين؟ ما هو أنا الحقيقة دي أنا سؤال محيرني. عن التعليم الطبي والأطباء، عن صحة المصريين، حديثنا اليوم من مصر. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس السابعة مساءً على قناة مصر الأولى.